الشيخ عمر السهروردي هو شهاب الدين أبو حفص عمر السهروردي البغدادي، ولد عام 539 هجرية في مدينة سهروردي الذي توفي في بغداد عام 1234، والتي تقع الآن في الشمال الغربي لإيران، وينتهي نسبه إلى الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قدم إلى بغداد وأخذ العلم فيها وذاع صيته، وفيها توفي عام 636 للهجرة رحمه الله. والشيخ عمر السهروردي أحد علماء بغداد في القرن السابع الهجري، وصفه الإمام الذهبي بالشيخ الإمام العالم القدوة الزاهد العارف المحدث شيخ الإسلام. كان عالماً متصوفاً زاهداً ومعلماً، إذ بلغ عدد طلابه في عصر الخليفة الناصر لدين الله أكثر من 500 طالب علم. ووصف العلماء الشيخ السهروردي أنه كان تام المروءة كبير النفس، ليس للمال عنده قدر، فبرغم ما كان يأتيه من مال لم يدخر شيئا، ومات ولم يخلف كفناً.